ألف أسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سوسي. نستضيف فيها مرة أخرى السي عبد الكبير العمراوي، كاتب مجلس غرفة الصناعات التقليدية بجهة الدار البيضاء 16، من أجل مناقشة أولا تبعات الانتخابات التشريعية اللي جرت يوم الأربعاء الماضي، وأيضا من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تتعلق بالصناعة التقليدية. السي عبد الكبير مرحبا بك. مرحبا سي بوستار، شكرا على الاستضافة مرة أخرى داخل قناة أنفاس بريس. تنشكركم بزاف وحنا إن شاء الله مستعدين باش السي عبد الكبير العمراوي. الكثير من المتتبعين ربطوا نتائج انتخابات على الغرف المهنية اللي حصلت فيها التجمع الوطني الأحرار مجموعة من النتائج الإيجابية، كانوا تستعرضوها بانتخابات تشريعية، قالوا بأن الانتخابات على الغرف المهنية غتعكس نفس التوجه تاع اللي غتكون فيه انتخابات تشريعيه، وهاد الناس كان عندهم الحق. بالنسبه لك انت كيفاش تشوف الامر؟ بالنسبه لي اولا ما ننساوش اننا نشكر اولا الاخوان داخل القناه الالكترونيه ديال انفاس بريس، ثانيا تنهني بصفتي كمنتمي للحزب التجمع الوطني الاحرار، تنهني السيد الامين العام ديال الحزب، الحمد لله هذا المجهود الجبار اللي بدلوه باش كان هذا الحزب ديال التجمع الوطني الاحرار في المرتبه الاولى وطنيا، وهذا الشيء ما جاش من الفراغ، يعني جاب واحد المجهود كبير وكبير وبزاف، وواحد استراتيجيه كثير كبيره اللي خلات ان الحزب يتبوأ المكانه داخل العمليه الانتخابيه اللي مرت الحمد لله بسلام البارح. البعض كان تيقول ان النتائج تاع انتخابات الغرف المهنيه ما يمكنش تكون يعني مثال للانتخابات التشريعيه، ولكن الان دابا وقع العكس، يعني الحزب تجمع الوطني الاحرار تيتوجد على راس قائمه الحزب. هو دائما الغرف المهنيه تتسبق الانتخابات لا التشريعيه ولا الجماعيه، وتتكون هي تقريبا واحد 70% ولا 60% مؤشر على شنو اللي غادي يقدر يوقع من بعد، بحال شكل واحد تتجسد واحد النبض ديال واحد العمليه ديال الانتخابات التشريعيه او الانتخابات، ولكن ما تكونش يعني حقيقيه 100%، ولكن المهم هي تتخلي الراي العام انه يقول هذا الحزب ولا هذاك الحزب ولا هذا الحزب راه هما اللي ان شاء الله غيتصدروا. وهذا الشيء اللي وقع الحمد لله بالنسبه للغرف المهنيه. اليوم التجمع الوطني الاحرار يعني واحد تيتراس على واحد مجموعه ديال الغرف المهنيه يعني باغلبيه ساحقه، ومدينه الدار البيضاء هي حضرت برئاسه ديال التجمع الوطني الاحرار في شخص الاخت جليله مرسلي اللي اول مره كمرأة اللي تقوم بقياده ديال غرفه الصناعه التقليديه، وهذا الحمد لله راه فيه واحد التنوع كثير بالنسبه للجهه ولا حتى بالنسبه لانعكاسها على مستوى الصناعه التقليديه. اختاريتو رئيسا لغرفه تاع الصناعه التقليديه بجهه الدار البيضاء، واش هاد الغرفه في هذه النسخه الجديده قادره باش يعني تمحو اثار المشاكل اللي تعرفها الصناعة التقليديه خاصه مع الجائحه تاع كورونا؟ اولا اختيار سيده على راس غرفه الصناعه التقليديه هو ما جاش من فراغ، الحمد لله يعني واحد مجموعه ديال الامور واحد مجموعه ديال التوجهات، يعني ان العنصر النسوي خصو ياخذ الفرصه ديالو في هذه العمليه هذه، وحنا تنشوفوا الحمد لله شحال من السيدات وزيرات اللي هما تراسوا وزاره الصناعه التقليديه. جات الفرصه ان الاخت الحمد لله نجحت بواحد الكفاءه كبيره يعني وتقدمت، وكان هذاك العمليه ديال التحالف اللي مكنت ان التحالف اللي كان بالاحرار كان التحالف بالاحرار والحزب ديال الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والحمد لله النتائج كانت ايجابيه الحمد لله كبيره، وهذا بفضل الله وفضل الحمد لله استراتيجيه ديال. ولكن واش هذه الغرفه قادره الان تحل المشاكل تاع الصناعه التقليديين على مستوى الجهه؟ هما ما كاينينش مشاكل ديال الصناعه التقليديين، هما كاين كيفيه ضبط العمليه التنظيميه ديال الصناعه التقليديين. حنا اليوم تنعيشوا واحد الرؤيه ديال 2021 2030 اللي هي صاره عليها الوزاره، كذلك القانون ديال 50/17 اللي هو تينظم الحرف التقليديه داخل اللي حتى هو غادي يخرج للوجود، وان شاء الله اللي غيطبق في هذه الست سنوات، حيت اكيد انه خصو يطبق،
زائد الحماية الاجتماعية اللي هي الحمد لله غادا تبلور ورش كبير وملكي كبير اللي ان شاء الله غادي يفتح الحدود ديال 2025. يعني هادشي كلها ان شاء الله غادا تخلي ان الصانع التقليدي هو في واحد غادي يدخل واحد المنظومة ديال التأطير لا المسألة ديال التسيير ولا المسألة ديال التدبير ولا كيفية. حيت علاش؟ حيت هو صانع تقليدي بحكم الحرفة، ولكن ما خصوش يبقى تقليدي في التطورات في التعامل ولا في التطورات اللي تتعيشها البلاد ديالنا. يعني حنا خصنا حنا الصانع التقليدي هو اللي خصو يقفز، يعني الصناعة اللي خصها تبقى تقليدية، التدبير خصو يتغير، المنظومة ديال العملية ديال كيفاش تكون حرفي خصها تتغير، كيفاش تدبر الامور ديالك داخل الورشه ديالك ولا داخل المحل ديالك ولا داخل هذيك الحرفه اللي تدير، يعني خصها تتغير. اذا حنا اليوم في غرفه الصناعه التقليديه الحمد لله بالطاقم اللي هو جديد اللي كله تبارك الله شباب وكله حيويه واللي غادي ان شاء الله يخدم على بزاف ديال الامور بناء على الاستراتيجيه لا ديال الوزاره ولا ديال البرنامج اللي غادي تشرب عليه الغرفه بوجود ديال الاخوان كاملين ان شاء الله. راه حنا مستعدين ان شاء الله باش ان نحققوا بزاف ديال الحوايج في هذه السنوات ان شاء الله 2021. ولكن كان قبل من واحد الرئيسه 2015، واش هذه الرؤيه 2015 نزلت للواقع ولا كانت غير فقط حبر على الواقع؟ هو الرؤيه ديال 2015 كانت في الوقت ديال كانت في قيادة السيد الوزير وكانت في كتابه الدوله المكلفه، ولكن ما تحطاتش بالطريقه اللي خصها تمشي بها وما مشات. جات الرؤيه ديال 2021 2030 اللي هي راه باقا دابا على الصناعة التقليديين تيقولوا بان هذه الرؤيه الرؤى المتكرره تتبقى على حبر الواقع، لانه ما تيحسوش كما قلتي ان وقع واحد التنظيم للصناعه التقليديه خاصه ديك الحرفيه البسطاء. اولا دابا من جا القانون ديال 50/17 هو قانون منظم ديال الحرفه، يعني غادي تكون فيه هيئات وطنيه وهيئات اقليميه وهيئات جهويه، وهاد الهيئات هادي غادي يكونوا على الشكل ديال الامين، يعني اللي هو غادي يكون ساهر على كيفاش تكون حرفي، يعني فيه بزاف ديال الحوايج اللي غتخلي الحرفي كيفاش غادي يكون حرفي، وفيه واحد المجموعه ديال الوسائل اللي ممكن انه تخلي الحرفي انه يكون عنده بطاقه ديال الصانع اللي هي تتاهله انه يستافد منها في بزاف ديال الحوايج كيما لا. وكاين المساله ديال كيما قلنا ان هذا القانون هذا المنظم ان شاء الله منها يخرج لحيز الوجود راه غادي يخلق بزاف ديال الحوايج اللي تخلي ان الصانع التقليدي هو يحاول انه يبلور راسه وهو يمشي كيفاش يدبر الامور ديالو على مستوى تدبير وتسيير، اما الحرفه راه تتبقى حرفه. السؤال اللي سولتيني قلتي لي كيفاش؟ البعض تيقول بان يعني ما يمكنش نطوروا الصناعه التقليديه بلا ما نروجوا لهذ الصناعه التقليديه، يعني خاص تكون واحد الخطه من اجل تروج الصناعه التقليديه، نروجوا قضيه الزرابي، نقلوا اللباس التقليدي. شنو رايك في المساله؟ لا مساله ديال الترويج ولا المساله ديال كيف راه تتكون راه كاين ترويج، راه كاين اموال تترصد على المساله ديال المعارض ولا على المساله كيفاش سياحيا وكيفاش هذا، راه كاينين راه كاين هذه المشاريع هذه راه هي كاين، انا مساله تتبقى تنظيميه. كيفاش غادي يستافد هذاك الصانع التقليدي البسيط؟ حنا تنقولوا مثلا اذا كانوا المعارض راه تيستافدوا منهم الناس اللي تنقدروا نقولوا تجار ديال الصناعه التقليديه، هما اللي تيستافدوا منهم مثلا ياك. ولكن الصانع التقليدي كصانع تقليدي يعني هو خصو يدخل واحد المنظومه ديال التأطير باش انه هو ينوع من العمليه ديال الصناعه التقليديه او الكيفيه ديال التصدير او هذا الترويج ديال المنتوج ديالو. ولكن هو بالنسبه لواحد الصانع التقليدي اللي هو بسيط ما يمكنش يدخل في هذه المنظومه، خاص تكون واحد الاراده وتكون منظومه متكامله من اجل ترويج هذه الصناعه التقليديه. هذا هو علاش نقولوا احنا الرؤيه ديال 2021 2030 اللي ساهره على الوزاره، وكذلك القانون المنظم ديال القانون ديال 50/17 اللي هو جاب بزاف ديال الحوايج اللي غادي تخلي ان الصانع التقليدي يدخل في التأطير ويعرف غير الصانع تكون عنده قابليه انه يدخل في هذا المنحى، حيت حنا تنعيشوا واحد التطور كبير على مستوى المغرب، ما غاديش يبقى ذاك الصانع التقليدي اللي كان ديك يعني تيخدم بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بزاف ولا داك الشيء اللي عطاوه الناس ولا يعني كاينه تبعات كاينه مصاريف كاينه، يعني هو خصو كيفاش يبلور نفسه انه يعود. ولكن هذا الشيء ان شاء الله غادي تصار عليه الوزاره وغادي يوصل ان شاء الله على طريق الغرفة الصناعه التقليديه لجميع الصناع التقليديه. ولكن من يقول على ديك الغرف الصناعه التقليديه والغرف بصفه عامه ان هذه الغرف خصها تلعب واحد الدور اللي هو دور حيوي، ما بقاش دور بحال الطابع الاستشاري،
خاصة تلعب واحد الدور حيوي من أجل إنعاش الصناعات سواء على الصناعات التقليدية أو الخدماتية أو كذا. دابا بالنسبة لغرفة الصناعة التقليدية باش نكون صريح معك أستاذ، حنا في النظام الأساسي ديالها هي عندها غير طابع استشاري. يعني هذا الطابع الاستشاري ما تيأهلهاش باش تفعل بزاف ديال البرامج ولا ديال الأفكار اللي تتكون عند الأعضاء ولا تتكون عند المكتب المسير ولا تتكون عند الغرفة ككل. مش من مشهد المشكلة تنعيشوش غير احنا في غرفة الصناعة، تنعيشو جميع الغرف المهنية. علاش؟ حيت القانون ما تيسمحش لك انك تفكر شي فكرة وتفعلها. ضروري ما خصك اما تحطها كاستشارة للوزارة الوصية ولا تتحط المؤسسات العمومية كفكرة، ولكن باش تشدها انت وتخدمها انت وتفكر بها انت يعني تتبقى انك انت عندك طابع استشاري. وهذا الموضوع خصو يتغير القانون، هذا القانون خصو يتغير باش تعود الغرفة عندها عند البرلمان ان الغرفة خصها تعود فاعل وتتفاعل البرامج ديالها. الحمد لله كاين فيها ميزانية، كاين فيها مؤسسات، كاين موظفين، كاين اطر، الحمد لله جميع المسائل اللوجستيكية عندها، ولكن اللي تيبقى هو الدور التفعيلي. اذا تيبقى داك الدور الاستشاري يعني تاخذ به ولا ما تاخذش به، ولكن تنوصلوه. حنا تنقولوا يعني اي مشروع تيتحطنا تنحطوا فيه الاستشاره، تنحطوا فيه يعني الرؤيه ديالنا، ولكن واش يتفاعل ولا ما يتفاعلش هذاك تيبقى على حساب هذا الدور تاع البرلمان. بالنسبه لكم ثم الحكومه المقبله بنشك غادي يقود التجمع الوطني للاحرار، اشنو الانتظار ديالكم من الحكومه اللي جايه؟ اولا احنا انتظارات ديالنا كصناع تقليديين، اولا انا كصانع تقليدي يعني كما قلنا ان الصانع التقليدي يعني خصو يعيش واحد العيشه اللي يكون مرتاح فيها نفسانيا. اولا يعني الاكراهات اللي عنده اليوميه ولا الاكراهات الضريبيه ولا الاكراهات البنكيه ولا الاكراهات القوت المعيشي ديالو يعني خصو يكون مرتاح. علاش؟ حيت قد ما خليتي الصانع التقليدي مرتاح في نفسيته قد ما هو تيزيد يبدع. ما يمكنش صانع تقليدي تكون عنده مجموعه ديال التراكمات والمشاكل الخاصه به معمره ليه عقله وتطلب منه انه يبدع لك في اشياء كما كان سابقا. الصانع التقليدي كان واحد الانسان اللي تيريح تيفكر تيصنع تينتج تيخدم على خاطر، ولكن اشنو هما العوامل؟ كانوا عوامل اخرى، كان مرتاح نفسانيا، ما كانش عنده طريطه ديال الدار، ما كانش عنده بنكه، ما كانش عنده ظروف اقتصاديه. وهذا الموضوع انا دخلنا فيه هو في الحقيقه هو الصلب ديال الموضوع. انا الصانع التقليدي خصو يكون خدام باريحه. يعني شنو الاريحه؟ انه يكون عنده واحد مجموعه ديال الاليات اللي تتخليه انه يبدع. باش يبدع لك خصو يكون مرتاح نفسانيا، خصو تيكون تيقري وليداته هو مرتاح، تيكون عنده طريطه ديال البنكه هو مرتاح، تيكون عنده مثلا السكن ديالو المعيشه ديالو. ولكن هذا الشيء باش يجي غادي نرجعوا للنقطه الاولى، باش يجي خصو كيفاش يدبر اموره في ترويج ديال السلعه ديالو ومشي بابخس الاثمان. حنا اليوم تنعرفوا ان الصانع التقليدي يقدر يصنع لك واحد الحاجه بثمن باقل ثمن وتبيعها مثلا ب 20 ولا 12 درهم ولا 15 درهم، في حين ملي تمشي تتقى التقلبات ديال السوق تتلقاها وصلت لواحد 120 درهم ولا 130 درهم. يعني هو الحلقه الاضعف، هو الحلقه الاضعف وما عندوش امتيازات اللي تتاهلو انه يبقى هو مبدع. علاش؟ حيت ملي تقول انني واحد الاله بغيت نخدمها باش تبدع ليا وتنتج ليا، يعني خصك تعطيها، يعني ما خصكش انت تخلق ليها مشاكل هي باش ما تبدعش. اذا حنا ما تنقولوش نخلقوا مشاكل، تنقولوا هما تخلقت ليه مشاكل. ظروف اقتصاديه صعبه، كورونا اثرت بواحد الشكل كبير على الصناع التقليديين بجميع المستويات ديالهم بجميع المحراف ديالهم. ما لقيناش واحد المساعدات كبيره بالنسبه للصناع التقليدي. كاين اللي خلو المحلات ديالهم، كاين اللي سدوهم، كاين اللي ما قدرش يوصل الدار المنتوج ديالو، كاين ما كانش تعويضات هذا. يعني كل هذه اكراهات كبيره تتعيشها ان شاء الله اللي غادي تعيشها الحكومه المقبله، اللي تنتمناو انها تكون في المستوى ديال الصانع التقليدي والاكراهات اللي تعيش الصانع التقليدي. حيت كيما كنت نقول انه قد ما كان مرتاح نفسانيا راه تيبدع وتينتج وتيعطي اكثر. اذا حنا تنطلبوا انه تكون بزاف ديال الحوايج مشاكل. كاين الناس تتسالوا ضرائب، كاين تتسالوا الضوء والماء، كاين تتسالوا الكرا، كاين تتسالوا طريطات، كاين اللي عنده وليدات تيقريهم، كاين يعني واحد المجموعه هو من الشعب ياك. ولكن الا بغينا المنتوج يكون اكثر فاعليه واكثر جوده خاص الصانع التقليدي، شروط ديال الصانع التقليدي باش يكون مرتاح.
شكرا سي العمراوي على قبول الدعوه. شكرا لك متابعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج قصص تيك توك.